السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، مرحبا بكم في هذا الشرح الذي سنشرح فيه كيفية التسجيل في موقع InBeNetwork. إذن فعندما ندخل على الرابط الذي قدمه لنا المحتضن الخاص بنا، فندخل على هذه الصفحة، نضغط على هذا الزر، زر Sign In Sign Up، وبذلك نمر إلى هذه الصفحة التي تعطينا أربع أيقونات. سنختار منها هذه الأيقونة الزرقاء التي يوجد بها رمز شبيه بالدماغ. لذلك لا نتسجل عن طريق جوجل ولا عن طريق هذه الأيقونات الأخرى، بل فقط هذه الأيقونة الزرقاء التي تشبه الدماغ. إذن نضغط عليها هكذا، وبذلك يعني تفتح أمامنا صفحة التسجيل. من طبيعة الحال ستفتح لديكم يعني صفحة بهذا الشكل. هذه الصفحة يعني ندخل فيها معلومات الدخول، نحن لن ندخل هنا بل سنتسجل، لذلك يتوجب علينا أن نضغط على يعني هاد يعني الرابط هنا ريجستر ناو. إذن فلننتبه إلى هذه المسألة، لذلك نضغط على ريجستر ناو، وبذلك يطلبنا يعني معلومات التسجيل. معلومات التسجيل، فسندخل معلومات التسجيل. هكذا، ثم ندخل الباسورد أو كلمة السر مرتين، و نقبل يعني نؤكد على أننا لسنا روبو، وبعد ذلك نضغط ريجستر. عندما نضغط ريجستر فهو يدخلنا مباشرة إلى حسابنا الاي ماركتينج. لكن ما يجب أن نعلمه هو أننا عندما نتسجل في اي ماركتينج فإننا نتسجل كذلك في الاي ان بي نتورك. إذن هنا سيطلب لنا يعني اسم شخصي أو اسم اسم مستعار. سنعطيه مثلا وننظر سيقبله. إذن قبله. نمر إلى المرحلة الثانية، وبعد ذلك بهذا سنكون قد تسجلنا، وتأتي المرحلة القادمة التي سنشرح فيها كيف نستخرج رابط الإحالة الخاص بنا، وكذلك كيف نقوم بتفعيل قسيمة الجيفت كود أو الجيفت سيرتيفيكيت. إذن هذه الشروحات ستأتي في الفيديوهات القادمة، وشكرا على تتبعكم، وأتمنى لكم يوما سعيدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، مرحبا بكم معي في هذا الفيديو الذي سنشرح فيه كيفية تفعيل قسيمة $50 أو الجيفت كود. إذن لتفعيل الجيفت كود يجب علينا أن ننزل إلى أسفل ونذهب إلى توب أب، يعني هذه علامة أمامها علامة الدولار. سنشاهد علامة الدولار هنا. إذن هذه العلامة علامة الدولار توب اب، لانها تتغير عندما يعني تتغير عندما يتغير تتغير اللغه. فاذا غيرناها مثلا الى اللغه الفرنسيه ستصبح كومبليتي. اذا لنلاحظ هنا ستصبح كومبليتي، لكن عندما تكون بالانجليزيه فتكون توب اب. اذا نضغط على توب اب، وبذلك ندخل الى صفحه التوب اب. أول حاجة نقوم بها هي يعني اختيار الجيفت سيرتيفيكيت. إذا لاحظوا معي جيدا، لاحظوا معي جيدا في ما عفوا لا يمكن التحكم بهذه. إذا ف
نجد هنا الجيفت سيرتيفيكيت عندما نكون مفعلين لها لا تظهر بعد ذلك، تظهر لنا مرة واحدة في البداية فقط. يعني الأشخاص الذين فعلوا باقة يعني قسيمة $50 لن يروا جيفت سيرتيفيكيت مرة أخرى في حسابهم، لكنها تظهر لنا نحن فقط. عندما نختارها تطلب لنا الكود، يعني لا يمكن أن يظهر لنا الكود إلا إذا اخترنا جيفت سيرتيفيكيت. إذا انتبهوا إلى هذه المسألة، نقوم بلصق الكود الذي نسخناه من الأبلاين الخاص بنا وتظهر لنا هنا $50، ثم نضغط بعد ذلك Pay. عندما تظهر لنا هذه العلامة Gift Certificate Successfully، لأن هنا فهذا يبين على أنها تم تفعيلها بنجاح. عندما يتم تفعيلها بنجاح، انتظروا قليلا، نصعد إلى إلى فوق هنا، نجدها في هذا المكان. عندما تجدون $50 موجودة في هذا المكان فاعلموا بأنها تم تفعيلها بنجاح. سننتظر 48 ساعة كي تصبح لدينا في هذا المكان في البيدجي، ويصبح لدينا مكان أوف، ستصبح مكانها at work. عندما تصبح لدينا at work هنا وتصبح لدينا $50 هنا، فقد تم تفعيل هذه، ولا تصبح هنا، يصبح هنا صفر. عندما يصبح هنا صفر ويصبح هنا يعني روبو ستاتيو فيه يعني at work وهنا $50، فاعلموا أن $50 قد دخلت في مرحلة يعني الدعاية، يعني دخلت في مرحلة الحملة الإعلانية، وبعدها بيوم ستعطيك الأرباح من الكاش باك، وستبدأ هذه الأرباح يعني في المضاعفة كل يوم وكل يوم. لذلك لننتبه إلى حساباتنا كي نعرف كيف نستخدمها. وأتمنى لكم يوما سعيدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.